شحال هذه ما صورت شي فيديو، والله ما عرفتش منين غادي نبدا. اجي دابا رجع لسنه 2012 من مورا ما خديت الباك ديالي، دفعت لينسا ولينسام اللي هما مدارس ديال المهندسين، لينا اللي هي مدرسه ديال الهندسه المعماريه وكليه الطب والصيدله اللي كاينه في كازا. فاش خرجوا النتائج ديال الانتقاء الاولي لقيت راسي تهزيت في لينسا باش ندوز الكونكور. المدارس الاخرين ما كنتش جبت فيهم عتبه الانتقاء، مشيت بديت لا بريباراسيون ديالي ديال الكونكور ديال لينسا ودوزت بالضبط ديال مراه، وكان هذاك هو الكونكور الوحيد اللي دوز. وللاسف ما طلعت لا في اللائحه الرسميه لا في لائحه الانتداب. لقيت الباك ديالي في لافاك ديال السيونس ديال الجديده ودوزت فيها عام كامل ونجحت فيه، ولكن ديري ديما على الكونكور ديال لانسا. في سنة 2013 عاوتاني دفعت الكونكور ديال لانسا ولكن زعمت وقلت اجي ندفع حتى لونسيجي. دوزت لي كونكور ديالهم بجوج يعني لانسا ولونسيجي، والصدمة هي انني ما طلعتش كاع في اللوائح ديال لونسيجي. اما لانسا فجيت في اللائحة ديال الانتظار ولكن بعيد بزاف، تقريبا شي 2500 ولا 2600. وهنا فين تحطمت بزاف وقلت بلي راه ما عنديش صرف هاد لي كونكور وما عمري ما غادي ننجح فيهم. دازت 10 سنين دابا والعام اللي فات دوزت باك ليبر وجبتو بالنقطة ديال 18 وقلت مع راسي باللي دابا عندي واحد الفرصة باش نتأكد من الفرضية ديالي. التخوف الوحيد اللي كان عندي هو انه المدارس ما يقبلونيش باش ندوز هاد لي كونكور بحكم انني عندي 28 سنة. وفعلا لقيت باللي كاين مجموعة ديال المدارس بحال لينا بليسكاو وبعض المدارس العسكرية اللي ما غاديش يقبلوني. وهنا بقاو لي ربعة ديال الاختيارات، لينسا ميديسين لونسيج. درت التسجيل ديالي في هاد ربعة ديال المدارس نهار 7 ونهار 10 بديت لا بريباراسيون في شهر 7 اكزاكتوم. التحضير ديال هاد لي كونكور كان في اكادير بحكم انه ديك الفترة كان العيد الكبير وكنت مدوزو مع العائله تما. حتى بقات 3 ايام المباريات عاد باش رجعت لكازا. نهار 27 في شهر 7 تلاحوا لي ليست ديال لي بري سيليكسيونيل اللي غادي يدوزوا هاد لي كونكور، ولقيت راسي بانني تهزيت فيهم بربعه، حاجه اللي ما كنتش متوقعها. نهار 28 في شهر 7 مشيت دوز الكونكور ديال لونسي جي في لافاك ديال طريق الجديده غير هنا في كازا. صراحه ما عجبونيش الظروف اللي دوزنا فيهم الكونكور وخصوصا التنظيم اللي ما كانش في المستوى. المهم الكونكور داز. نهار 29 في شهر 7 غادي نمشي ندوز الكونكور ديال الميديسين في نفس لافاك عاوتاني، ولكن هاد المره غادي نتفاجئ بالتنظيم الخطير ديال هاد مباراة. صراحه لا علاقه بالكونكور ديال لونسيج. الكونكور كان صعيب واحد شويه خصوصا الماده ديال الرياضيات. المهم حتى هو داز. خديت الويكاند راحه وما قريتش فيهم حتى شي حاجه لحد بلي شديت الطريق الجديده حيت الغد ليه كان عندي الكونكور ديال لانسا وغندوزو تما. مع 12 ونص ديال الليل يلاه كنت كنوجد باش انني نعس شويه حتى كنسمع الخبر ديال انه لونسيج راه لاحت ليست برينسيبال. فاش كندخل وكنبحث كنلقى راسي كاين في هذيك اللائحه وعندي الاختيار الاول. واخيرا كنشوف راسي في واحد ليست برينسيبال واخيرا فرحت. واخا الكونكور ديال الطافيه ما عطيتوش الوقت بزاف فاش كنت كنبريباري بالمقارنه بالكونكور الاخرين. نعس وانا مرتاح والغد ليه مشيت ندوز الكونكور ديال لينسا واللي داز بظروف عاديه، ونقدر نقول باللي هذا من احسن لي كونكور اللي دوز. خارج مجاوب على 27 سؤال من اصل 40 ومتاكد منهم باللي كاملين صحاح. واخا هكاك بقى عندي شويه ديال الشك حيت ما تعرفش شنو غادي يطرى. غير ساليت الكونكور شديت طران لكازا حيت نورمالمون عندي الكونكور ديال لينسا من نهار 3 وخصني ندوزو في المحمديه. نفس القضيه عاوتاني، غير وصلت للدار ارتحيت وما هزيتش الكتاب وما بريباريت والو في ديك الليله حيت كنت فرحان بلونسيجي وفي نفس الوقت دوزت الكونكور ديال لينسام مزيان. نهار 3 الصباح شديت الطريق المحمديه ومشيت دوزت الكونكور ديال لينسام، وبالنسبه لي انا داز عادي. خطر لي واحد المشكل في الماده ديال الفيزياء واللي حتى الاخر لحظه وعتقت راسي. غير ساليت الكونكور رجعت لكازا وارتحيت واحد شويه، وغير فقت تلاقيت ديريكتومون مع النتائج ديال لينسا، والمفاجاه لقيت راسي ليست برينسيبال بروميي شو. ما يمكنش شحال فرحت ديك الساعه. وملي وصل الليل طلعوا حتى النتائج ديال الميديسين. شحال وانا كنتسنى في هاد النتائج حيت هادي اول مره كندوز فيها هاد الكونكور. وفي الاخير طلع لي اللون الاخضر ادمي وليست برينسيبال. ومن مورا 3 ايام بالضبط عاد باش خرجوا لي ريزولطا ديال الكونكور ديال لينسا، الكونكور اللي ما قدرتش على اني ندوز لا في 2012 لا في 2013، وفي الاخير طلعت فيه حتى هو ليست برينسيبال بروميي شو عاوتاني. واش انا كنحلم؟ لا، هادشي حقيقه. باش دوز باك ليبر وتجيبو بالنقطه ديال 18 نقدر نقول لك هذه ضربه حظ، ولكن باش دوز ربعه ديال لي كونكور اللي مختلفين تماما وفي ربعه ديال المجالات وانت عندك 28 سنه وعندك مجموعه ديال الالتزامات وفي الاخر تنجح فيهم بربعه، اسمح لي انا راه ما كاينش الزهر، اكيد عندك خطه واستراتيجيه. صراحه ما عمري ما توقعت هذا السيناريو في حياتي كامله. خلاصه القول تاكدت باللي انا اللي كان فيه المشكل ماشي الكونكور. النهار اللي بدلت فيه بزاف ديال الحاجات، الطريقه ديال المراجعه، المايند سيت ديالي، الطرق اللي كنت كنبريباري بها الامتحانات، هنا فين تبدل كلشي. اكيد دابا السؤال ديالك فين حطيتي الباك ديالك يا يوسف؟ الجواب حاليا انا ايتوديون في لا فاكولتي دو ميديسين وانا عندي 28 سنه ومن مورا ما كنت مهندس دوله، وها هي لا كارت ديتوديون ديالي. علاش بالضبط يوسف اختاريتي الطب؟ واش ناوي تولي طبيب؟ باش نجاوب على هذا السؤال خاصني فيديو كامل وانا كنشرح فيها، دونك ما كاينش علاش نطول في هذا الفيديو. هذا الشيء اللي عاودت لك دابا كان هو التجربه المتواضعه ديالي في السنه الماضيه في اجتياز المباريات ديال المدارس العليا. هادشي بلا ما نهضر على المدرسه الوطنيه العليا ديال الفن والتصميم اللي كنت دفعت ليها وحتى هي طلعت فيها ليست برينسيبال ولكن ما كان فيها حتى شي كونكور. دابا غادي نبغيك تركز معايا مزيان في هادشي اللي بقى في الفيديو. فاش غادي تشد الباك ديالك وتنجح فيه كلشي غادي يبدا يسولك سؤال واحد، اشنو غادي دير من مورا الباك؟ وكل واحد غادي ينصحك بطريقته الخاصه
وغالبا غادي تلاقى مع ناس اللي غير غادي تجاوبهم وتقول لهم شنو باغي دير، غادي نعطيوك بحال هاد الاجوبه. ما تبقاش تحلم صاحبي، راه صعيبه عليك الهندسه واصلا لانسا ما تصلحش ليك. بغيتي لو انسجي اش كتخربق صاحبي؟ شفتي انت الا قبلت عليك غير لافاق ما تقول لها حتى شي واحد. دابا غير قول لي شنو هي المدرسه اللي غتقبل عليك وانت عندك 28 عام. وهاد الهضره تقدر تجي من والديك، خوتك، خالك، عمتك، جارتكم، الاستاذ ديالك. ولكن دير في بالك واحد الحاجه، احكام ديال هاد الناس ما كتسوى حتى لعبه، حيت ما كيعرفوكش مزيان من الداخل، وضروري ما غادي تلاقى بيهم وغادي يحاولوا يحبطوك ويقللوا من القيمه ديالك ويطيحوك. دابا بغيت غير نسولك، واش هاد الناس هادو فايت ليهم جابوا 17 في الباك؟ واش هاد الناس هادو فايت شي حد فيهم تخرج من مدرسه ديال المهندسين؟ واش شي واحد فيهم تقبل في الميديسين؟ الا كانت الاجابات كامله لا، اسمح لي ولكن راه غير ضيعتي واحد الوقت من حياتك وانت كتسمع ليهم. ما يمكنش شي حد ما عمره ما صيد الحوت يعلمك كيفاش تصيده. الراي ديال هاد الناس كنحتارموه، حيت يقدر غير هما اللي جاهم الباك صعيب ولا ما داروا بالباك ديالهم والو وبغاو يعمموا هاد القاعده على كل شيء، ولا يقدروا يكونوا كيهضروا على واحد الزمن ديال التسعينات اللي ما كان فيه لا انترنت لا يوتيوب. ولكن الوحيد اللي تقدر تسمع ليه فقط هو واحد الشخص اللي بحالك داز من نفس الطريق اللي انت فيها دابا وحقق واحد النجاح كبير. اسمع مزيان، راه ما قلتش لك غير نجح، قلت لك نجاح كبير وسطر عليه مزيان. ايه والناس الاخرين يوسف ما عندك ما دير بهم، انساهم، ما تبقاش تسمع لهم. دير في بالك واحد الحاجه، الا يوسف دارها حتى انت ممكن ديرها. الا عندك الباك هذا العام سواء متمدرس ولا باك ليبر وكان الهدف ديالك انك تجيبه بميزه حسن جدا، يعني بنقطه ديال 16 والفوق، فانا كننصحك على انك تدخل المجموعه ديالي في تليجرام فين كنشارك كاع النصائح والتجربه ديالي، الدروس، الامتحانات وكاع داكشي اللي خدمت به، وهادشي كامل فابور. غادي تلقى الرابط في البايو لتحت، غادي تكليكي عليه ومرحبا بك في مجموعه معشر المتفوقين. وخليك على القرص حيت هاد القناه هذه غادي نشارك فيها مجموعه ديال الفيديوهات اللي خاصين بهذا الموضوع. الى عجبتك الفيديو ما تنساش لايك وتعطيني الراي ديالك في التعليق لتحت وتشارك الفيديو مع شي صاحبك اللي محتاجه. صلى لي في راسك ونتشافوا في فيديو شي غدا ان شاء الله ولا في الجروب ديال تيليجرام. ما تنساش تحرك اليوم قبل غدا. وما تنساش تحرك اليوم قبل غدا. يي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 
كان مورا كاميرا هاو واد هاو اللي كان مورا كاميرا هو عثمان هاو اجي جلس هنا اجي جلس هنا يا خويا يبا شكرا بزاف اخويا عثمان الله يحفظك تبارك الله عليك انت يا خويا خدمه نقيه زازلوس الله يحفظك تبارك الله عليك طلعت لنا فيديو ناضي اخويا بسم الله هذا تسجل فيه 20 دقيقة.